السلام عليكم، مركز انوار ابل. طبعا اليوم جبنا لكم فشي جديد وحلو، آلة للاكس. طبعا الاكس فقط يعني، زين نشوف بها البورد بدون لا يتأذى البورد ولا أي شيء يتأذى به. حرارة حلوة مرتبة، طبعاً الحرارة بها هي شو اسمه بقى؟ يعني مثل المانجانة عادية. شغلة من هنا. طبعاً هي بها درجة تقدر تزيد، بس أنا أسويها على 170-160 أحسن حتى لا تأذي البورد. 165 مثلاً نخليها. تنتظر شوية على البورد. هي طبعا هنا صديقي هنا ابو تصعد درجه حراره شويه شويه، بس هنا تقدر انت تهزه شويه للبورد تخلخله بعد الحرارة. طبعا مصادر 132 لحد الآن. بعد ننتظر الحرارة، لازم هي الحرارة تصير 165 يلا نقدر نشيل البورد بيها. طبعا نشيل بس على الخفية مو مال الهوسة، يعني اكسنا الاكس نحس اصلا يعني بالشغل مالته بهذا الموضوع. تعال شوف شلون هنا شلون تحرك البورد، نقدر تشوفه تقدر يبين عندك بالكاميرا. شوف هسه حرف على البورد فصل البورد، بس نطفيها احنا هنا بعد ما نحتاجها، يعني راح نشتغل بالبورد. عوفها شوية تبرد يلا نقدر نشيل البورد، لأنه هسه حتى الأيسيات راخية بيها. مركز أنوار أبل، شارع الربيعي، عمارة المعتز، طابق الثاني، صيانة أنوار أبل.